سألنا المستمعين عن ملاحظاتهم وآرائهم بعد مرور 3 أيام على عودة التعليم الوجاهي، وكانت إجاباتهم كالتالي. المايك معك. صباح الخير يا طارق. والله يا طارق، هاي السنة الدراسية ما انت شايفها مقطعة وموصلة، يوم داوم ويوم لا، وعشرة اقعد في الدار وبداوم بكرة التوجيهي وبعد اول ابتدائي. خلاص خلي السنة كلها اونلاين، وان شاء الله السنة الجديدة بتكون الوضع احسن، بتبلش من يعني من اول يوم، والله كريم سبحانه وتعالى. انا بقول هيك افضل، اونلاين افضل. صباح الخير حبيبنا طارق. بالنسبة للي حكته الاخت شروق، ترى كل اللي حكته صحيح ومنطقي. المشكلة انه 3% راح تتواجد في كل المدارس، لانه العودة بالطريقة هاي خطأ. انت كيف بتفتح المدارس بدون ما يكونوا الطلاب ماخدين المطعوم كامل؟ طبعا ياخذوا المطعوم كامل اشي صعب، واحنا نعذر وزارة الصحة بعدم توفره الا لكبار السن ورجال الامن العام وما هم يعني اللي لهم اولوية. ولكن في شغلة تانية، انه ليش ما يخلوا الطلاب قبل ما يرجعوا على المدارس يفحصوا كورونا، اللي نتيجته ايجابية ومعاه كورونا ما يروح على المدرسة، لانه يرجعوا بهالطريقة العشوائية وما حدش عارف معاه كورونا ما معهوش كورونا، اكيد راح يطلع مش 3% 30%. صباح الخير طارق، يعطيك الف عافية. طارق، انا من البداية كنت حابب لو يتأجل العام الدراسي سنة كاملة، كان افضل بصراحة، كان الأهالي وفروا هالمبالغ اللي بيدفعوها، وكان الطلاب أكيد استفادوا أكثر لما تنعاد السنة أو يتأجل العام الدراسي. يعني هلأ ما في فائدة بصراحة 20% أو 30% من اللي كان الطالب يستفيده لما كان يداوم بشكل يعني مستمر بشكل دائم. فكان الأفضل والله العظيم تأجيل هالعام الدراسي، توفير على هالعالم مصاري بالمدارس الخاصة، كان انتهى الوباء والأمور كانت أفضل. هاينا زي ما انت شايف كل يوم الواحد بيطلع عنده حالة جديدة، لا هو عارف شو بده يعمل، في دوام فيش دوام، في كتب فيش كتب، يعني الوضع مكركب جدا جدا جدا. وصباحك سعيد صديقي العزيز. صباح الخير استاذ طارق. ليش احنا عنا دائما التعليم، يعني مثلا اذا انصاب مدرس بقول لك انصاب مدرس كورونا، طب لما ينصاب مثلا موظف بنك ولا موظف ضريبة ما بقولوا انصاب موظف الضريبة، بيجيبوا لك معلم طالب بس، يعني تعالوا احكوا لنا التعليم اونلاين بس، ما تقعدوا تلعبوا باعصابنا، والله العظيم اعصابنا تلفت. يعني خلص خلينا نشوف التعليم اونلاين وخلصنا، بس ما تقعدوش تلعبوا باعصابنا. اليوم 3 طلاب وبكره 7 اساتذه، خلصونا، يا بتقولوا لنا اونلاين يا بتقولوا لنا مجاهي، بس ما تقعدوا تلعبوا باعصابنا. يعني الست شروق معها حق 100%. انا امبارح كان اول يوم لبنتي بالمدرسه صف ثالث، والخامس ضلت بالبيت. ما بتتخيل قلبي رح يطلع من محله، لاني مبسوطه اني رجعت على المدرسه تداوم، اني اوصلها على المدرسه، اني افوتها على الباب الرئيسي. يعني كثير كنت فرحانه، بس بنفس الوقت كنت متخوفه وما زلت متخوفه انه هاي الفرحه ما تتم. يعني زي ما بيقولوا اخواننا المصريين، يا فرحه ما تمت تطير مع الفيروس، يصير في إصابات ويرجع يسكروا المدارس، وهو هذا الإشي اللي كل الناس متوقعته. فهي في غصة، يعني ما رح يهدى بالنا إلا إذا مشوا أول أسبوعين على خير وبطلوا يلوحوا بقصة الإصابات وارتفاع الإصابات والفيروس السلالة الجديدة وإلى آخره. نتأمل خيرا، لكن ما في ثقة بصراحة بالحكومة، ما في ثقة. يسعد صباحك طارق. أنا بقترح أنه يستمر التعليم الوجاهي لنهاية السنة هذه، علشان نقدر نسيطر قدر الإمكان على المنحنى الوبائي، ولعل وعسى أنه السنة القادمة إن شاء الله يكون الأمور أفضل. يسعد صباحك. سفيان سوالمة. المايك معك.